أعزائي الطلبة وطالبات المعهد الفني الصحي بصوت شعبة صيانة الأجهزة الطبية، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة من مادة صيانة الأجهزة والمعدات الطبية. موضوع محاضرة اليوم كان فيه صيانة بعض الأجهزة المستخدمة في علاج بعض أمراض الجهاز التنفسي. أول حاجة الأكسجين كونسنتريتورز. الأكسجين كونسنتريتورز ده بيستخدم في فصل الأكسجين عن النيتروجين من الهواء الجوي. لو ظبطت معدل السريان على 2 لتر في الدقيقة، فإذا اللي هيروح للمريض أكسجين بنسبة تشبع أكتر من 90%. بيستخدم في المستشفيات والمنازل. بيشتغل إزاي؟ كلنا عارفين إن الهواء الجوي أغلب مكوناته 80%، حوالي 80% نيتروجين وحوالي 20% أكسجين. فبنمرر الهواء الجوي على حبيبات الزيولايت. حبيبات الزيولايت هتمتص النيتروجين من الهواء المضغوط. عادة الضغط بيكون حوالي 20 PSI. بعد 20 ثانية هتلاقي الأكسجين بدأ يتدفق. الجهاز ده ممكن يطلع 5 لتر في الدقيقة بنسبة تشبع بالأكسجين حوالي 95%. ده شكل الجهاز، ودي فكرة عمل الجهاز. الهواء هيدخل وبعد كده يعدي على فلتر، وبعد كده يعدي على الكمبريسور، وبعد كده هيعدي على حبيبات الزيولايت. حبيبات الزيولايت هتمتص النيتروجين. اذا اللي هيخرج هنا هو مين؟ هو الاكسجين. هخزن الاكسجين ده في ريسيفوار مستودع، وباستخدام الفلوميتر هبدأ اضخ الاكسجين للبيشنت. ترابل شوتينج في الاكسجين كونسنتريتورز. اول حاجة مشكلة الباور، وبالتالي هتشوف سبب مشكلتها ايه. هل في مشكلة في السوكت ولا مشكلة في السيركت بريكر، قواطع الدائرة الكهربية، أو ممكن تكون مشكلة في الكابلات الكهربية. مشكلة في الفيشة هتحاول تشوف السويتش. لو مشكلة في السيركت بريكر هتعمل ريست. لو مشكلة في الكابلات هتحاول تستبدل الكابلات دي بكابلات تانية، ولو في مشاكل كهربية تانية هتروح للكهربائي. ممكن يبقى الجهاز مش شغال ومفيش اي الارم تقولك انك فيه فيلير. في الحالة دي هتكون مشكلة بطارية. الحل انك تغير البطارية. المشكلة التالتة مفيش اي سريان للاكسجين. ممكن يكون السبب ان في سريان بس انت مش شايفه. هتحاول تشوف في اي فقاعات موجودة ولا لا، او ممكن تكون الانابيب مش مربوطة كويس. وفي الحالة دي لازم تحاول تتأكد ان كل الوصلات مربوطة كويس، او ممكن يكون فيه مادة سد الانبوبة. وفي الحالة دي تفك الانبوبة وتشوف لو في اي مادة تنضفها، او ممكن يكون فيه انسداد في الفلوميتر. هتفك الفلوميتر وتحاول تشوف اي مشكلة تستبدله. المشكلة الرابعة تلاقي الالارم بتاع التمبريتشر او نسبة الاكسجين منخفضة. يكون السبب ان فعلا الجهاز سخن. هتنضف الفلاتر وهتفصله لمدة نص ساعة عشان يبرد، وبعد كده تعمل ريستارت. المشكلة الخامسة مشكلة قفلة كهربية. السبب هيكون بقى مشكلة أسلاك أو في حاجات اتركبت في مكان مش بتاعها. في الحالة دي هتروح للكهربائي. المينتنس تشيك ليست، في حاجات بتتعمل يوميا، النظافة والفحص البصري والفانكشن تشيكس، تتأكد من الوظائف بتاعة الجهاز. هتنظف كل مكونات الجهاز من أي أتربة. هتملى الهيوميديفاير بالماء المقطر لحد العلامة. الفحص البصري هتفحص كل المسامير وكل الوصلات مربوطة كويس. هتتأكد ان في اكسجين بيخرج من الجهاز قبل الاستخدام. الحاجات اللي هتتعمل اسبوعيا اعمال النظافة، هتنظف الفلتر وهتنظف الهيوميديفاير بوتل. الفحص البصري هتستبدل اي حاجة فيها مشكلة. هتشغل الجهاز لمدة دقيقتين عشان تتأكد ان مفيش اي الارم شغال، اي اشارات تحذيرية مضيئة على الجهاز. هتتأكد من السريان بتاع الأكسجين وتستدل عليها بوجود الفقاعات. كل 6 شهور لازم البايوميديكال تكنيشن يبص على الجهاز. الجهاز التاني اللي هو أسطوانات الأكسجين. أسطوانات الأكسجين عادة بتكون مدهونة باللون الأسود، والجزء اللي فوق ده بيكون باللون الأبيض، بيكون في الجزء اللي من فوق ده فيه فلوميتر ومحبس. الترابل شوتينج، اول حاجه ممكن يبقى مفيش اي فلو للاكسجين. في 3 احتمالات، ان اسطوانه الاكسجين تكون خلصت، الاحتمال الثاني المحبس مقفول، الاحتمال الثالث المنظم فيه مشكله. المشكله الثانيه وجود تسريب.
أسباب التسريب إن أسطوانة الأكسجين مش مربوطة كويس بالمنظم. الحل إن أنت تربط الوصلات. السبب التاني تكون فيه وردة مفقودة ما بين المنظم وبين الأسطوانة. إذا كانت الوردة دي غير مناسبة هتستبدل الوردة بوردة مناسبة. السبب التالت تكون مشكلة في السيلينج أو الحشو. السبب الرابع هتكون مشكلة في الأسطوانة نفسها، فيها فتحة أو فيها تسريب، وخصوصا لو هي جديدة وفي فترة الضمان. الحل هتروح للمصنع أو المورد بتاعها عشان تستبدل الأسطوانة بأسطوانة تانية أو تصلح العطل. المشكلة التالتة بيكون فيه تسريب، بس أنا مش عارف التسريب ده مكانه فين. هيصعب تسمع الصوت ويصعب تحديد مكان التسريب. هتستخدم محلول صابوني عشان الفقاعات دي، ولما تشوف بابلز فقاعات يبقى ده موجود مكان التسريب. المشكلة الرابعة في منظم السريان. المشكلة الخامسة ممكن تكون في عداد الضغط. الصيانة الدورية اللي هيعملها اليوزر بتاع الجهاز، أعمال النظافة، هتعقم أنبوبة الأكسجين، هتعيد ملء الهيوميديفاير بوتل، الفيجوال تشيكس. قبل ما تستخدم الأسطوانة لازم تتأكد إن الأسطوانة دي بتحتوي على أكسجين مش أي غاز تاني. هتتأكد إن كل الوصلات مربوطة كويس. فحص الوظيفة، تتأكد إن الأسطوانة مليانة أكسجين. بعد عملية الاستخدام هتقفل المحبس. الحاجات اللي هتتعمل أسبوعيا أعمال النظافة، هتنظف الأسطوانة وهتنظف المحبس وهتنظف الفلوميتر. الفحص البصري، هتتأكد إن مفيش أي تسريب بيحصل. فحص الوظيفة، هتتأكد إن الفلوميتر شغال. كل 6 شهور هتروح للبايوميديكال تكنيشن. الجهاز الثالث اللي معانا النهاردة اللي هو النوبيلايزرز أو البخاخات. البخاخات تستخدم لتوصيل الأدوية للرئتين لعلاج بعض أمراض الجهاز التنفسي. البخاخات بتشتغل إزاي؟ بتستخدم الأكسجين أو الهواء المضغوط أو الألتراساوند باور عشان تحول المحلول الدوائي إلى قطرات. لو بستخدم أجهزة ألتراسونيك، الألتراسونيك ده بالاهتزازات بتاعته هيحول المحلول الدوائي إلى رذاذ. دي أشكال وأحجام البخاخات المختلفة. ترابل شوتنج للبخاخات، لو الجهاز مش شغال هتشوف الفيشة وهتتأكد إن الكابلات شغالة. لو في أي مشكلة في الكابلات تستبدل الكابلات أو تتواصل مع الكهربائي. المشكلة التانية مفيش أي فلو. الأسباب المحتملة ممكن الفلتر يكون مسدود، وفي الحالة دي تنظف الفلتر. السبب التاني ممكن يكون فيه انسداد. الحل هتنظف غرفة المحلول الدوائي. السبب التالت تهالك أنبوبة الضخ، وفي الحالة دي تستبدل الأنابيب. الاحتمال الرابع مشكلة فيه الكمبريسور. الحل إنك تفك الكمبريسور وتشوف الانسداد. المشكلة التالتة كمية الرذاذ غير كافية، وفي الحالة دي هتكون مشكلة داخلية في الجهاز. هتقرأ المانوال وتحاول تتعرف على المشاكل الداخلية اللي ممكن تحصل في الجهاز. لو معرفتش هتروح للبايوميديكال تكنيشن. المشكلة الرابعة ممكن تكون قفلة كهربائية، وفي الحالة دي هتستدعي الكهربائي. أعمال الصيانة اللي بيقوم بيها مستخدم البخاخات، أعمال النظافة، أعمال التعقيم للأجزاء المختلفة وخصوصا الجزء اللي بيكون موجود فيه الدواء. الفحص البصري، لازم تتأكد إن كل الوصلات متركبة مظبوط. الفانكشن تشيكس، لازم تتأكد إن السيستم كله شغال قبل الاستخدام. الحاجات اللي هتعمل أسبوعيا أعمال النظافة، فك كل الأجزاء دي وتنظفها كويس. هتنظف الفلتر وأجزاء الكمبريسور. الفحص البصري، هتستبدل أي أجزاء تالفة. الفحص الوظيفي، هتفحص مروحة الكمبريسور تتأكد إنها ما بتعملش أي ضوضاء. وما تنساش كل 6 شهور لازم البايوميديكال تكنيشن يفحص الجهاز. أتمنى تكون محاضرة اليوم واضحة، وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. شكرا لحسن استماعكم.